فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ماذا تصنع المرأة إذا أحرمت من الميقات، أحرمت متمتعة وفي الطريق إلى الحرم وقبل أن تطوف أصابها الحيض، فماذا تصنع؟ تؤدي مناسك الحج ما عدا الطواف، لأن عائشة لما حاضت رضي الله عنها وهي محرمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض تقف في عرفة، تبيت في مزدلفة، تبيت في منى، ترمي الجمار، وهي حائض لا بأس، يبقى عليها طواف إن شاء الله، إذا طهرت واغتسلت تطوف. نعم.